ارتفعت أسعار النفط بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلباً عالمياً قياسياً وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب الأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2022. أشارت الوكالة إلى أن الطلب العالمي على النفط بلغ مستوى قياسيا قدره 103 ملايين برميل في اليوم، وذلك في يونيو، وقد يسجل في أغسطس رقما قياسيا جديدا. وصل آلاف الأطباء المبتدئين في المستشفيات البريطانية يواصلون إضرابهم لليوم الثاني الذي يستمر لثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا في البلاد. تطالب نقابة الأطباء البريطانية بزيادة الرواتب بنسبة 35% بعد أن خسر الأطباء 26% من راتبهم منذ عام 2008، عندما أقرت السلطات خفضا في النفقات في إطار سياسات التقشف، وتعارض حكومة المحافظين مطالب الأطباء متمسكة باقتراحها النهائي الذي قدمته في منتصف الشهر الماضي بزيادة قدرت ب 6%، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 1250 جنيها استرلينيا نحو 15,586 دولار. أعلنت إسبانيا ترشيح نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو لتولي إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم. هذا وستواجه كالفينو، وهي مسؤولة سابقة في المفوضية الأوروبية، ستواجه العديد من المرشحين الآخرين للدور المتنازع عليه وبشدة، والذي لم تشغله امرأة من قبل، بمن في ذلك مارغريت فاستيجر مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة والتنظيم الرقمي. هذا ومن المتوقع أن يختار وزراء مالية الكتلة رئيسا جديدا في اجتماع مرتقب لهم في شهر سبتمبر القادم.